الحمد لله والسلام على رسول الله ما بعد ففي باب الغضب إذا انتهكت حرمات شرع أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، هذه المرأة جاء في بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وبعضهم يقول إن اسمها فاطمة بنت أبي الأسد المخزومية، وبعضهم يقول هي أم عمرو بنت سفيان ابن عبد الأسد المخزومية. وعلى كل حال مثل هذا لا حاجة إليه ومن شأنه أن يستر، فهي امرأة شريفة على كل حال، قرشية من بني مخزوم، فهؤلاء من قريش كرهوا أن تقطع يدها، أهمهم شأنها، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يشفع لها، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه أي أنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فكلمه أسامة، فيه حذف واختصار بمعنى أنهم كلموا أسامة وطلبوا منه أن يشفع، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، يعني قام فخطب. الحدود، القضايا التي تتعلق بالحدود قبل أن تصل إلى الإمام لا بأس إذا احتمل المقام ذلك أن تستر، ولا بأس أن يشفع فيها قبل أن تصل إلى الإمام أو نائبه، مثلا الهيئة الآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قبضوا قضية فيها حد خمر أو زنا، نعم، هل الشفاعة هنا مجال أو لا؟ بمعنى هل الهيئة الآن تقوم مقام الإمام أو أن الذي يقوم مقامه هو القاضي، إذا وصلت إلى المحكمة إلى القاضي فلا مجال للشفاعة، الإمام هو الحاكم، فإذا أناب أحدا لإقامة الحدود نحو ذلك فإذا بلغته فلا مجال للشفاعة، هل الهيئة مخولة لإقامة الحدود؟ الجواب لا، وبناء على ذلك يقال يمكن الشفاعة في هذا قبل أن تصل إلى الإمام.